يكون الموعد أسرى ثلاثاء مع إجراء الخضر لرابع جولتهم من تصفية كان 2019 عندما يواجهون المنتخب البنيني بملعب هذا الأخير، أين سيضمن أشبال بالماضي بطاقة التأهل مباشرة في حال الفوز. ورقة في الموضوع مع الزميل إسلام بقرع. البنين المنتخب الوطني أمسية الثلاثاء بكوتونو البنينية، مباراة التأكيد وحسم التأهل إلى كان الكاميرون بالنسبة لرفقاء المتألق بغداد بونجاح في قمة الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، وتأكيد الانطلاقة الجيدة لخليفة ماجر جمال بلماضي الذي حصد 4 نقاط من مباراتي غومبيا والبنين ذهابا، فتحقيق نتيجة الفوز سيضمن الخضر بها رسميا التأهل إلى كان 2019، فيما تؤجل أي نتيجة أخرى حسم الأمور. لما لا العودة إن شاء الله بنتيجة يعني إيجابية اللي تسمح لنا يعني من المقابلة تاع يوم 16 باش يكون التأهل يعني لكأس الأمم الإفريقية إن شاء الله محقق، نقدر نقولوا يعني بصفة تامة. إن شاء الله نأدوا مباراة مليحة ونجيبوا لا فيكتوار منها إن شاء الله. الخضر وبعد عودة الاستقرار نسبيا إلى صفوفهم سيكونون على موعد مع لعب مباراة هي 10 أمام البنين والـ8 في الرسميات، والتي يملكون فيها إحصائيات مميزة، فاز فيها المنتخب الوطني في 7 وتعادل في 2 دون تسجيل أي هزيمة، وهو الأمر الذي سيحاول المنتخب الاستثمار فيه. هي مباراة تأكيد الثقة التي عادت نسبيا إلى صفوف المنتخب الوطني ومشجعيه، الفوز فيها يؤهل رسميا الخضر إلى الكان ويسمح بالتحضير الجيد له بمزيد من الراحة والاستقرار.